لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. هسوي اليوم معاكم وصفة تشيز كتير طيبة اعتمدوها، وراح اعطيكم الاساس وبتقدروا تغيروا وتعملوا اي وصفة بدكم اياها. الاساس فيها 800 جرام جبن كريمي، ولكن متوفر عندي 250 جرام، وكملت هنا ب 300 جرام ومتعمدة شلت 250 جرام وحطيت بدالهم جبن قريش لانه بيعطي طعم طيب كتير للوصفات، وهو كمان بديل للماسكربوني. يعني لو حابين تسووا تيراميسو تشيز كيك حيعطيكم طعم الجبن الماسكربوني كتير طيب وألذ كمان بالوصفات. باقي المقادير كتبت لكم اياها، ضروري تكون في حرارة الغرفة. عندي هنا البسكويت كمان الأطيب يكون نخالة، المتوفر عندي هذا راح استخدمه. ويلا نسوي ألذ وصفة تشيز، وراح أعطيكم كل الأساسيات اللي تحتاجوها. تغليف القاعدة أساسي كمان في تشيز كيك بورق الزبدة. بهالطريقة هنغلف. لو انت هتاخدوا دورة ضروري بهالطريقة. خلاص كده هشيل الباقي. المرحلة الثانية نغلف طبقة الزيت، تمام؟ هغلف وارجع لكم. المرحلة اللي بعد تغليف بالنايلون، وما تخافوا ما راح يسيح بالفرن، وهذا شيء اساسي هتعرفوا ليش بعدين. اخر مرحلة كمان طبقة قصدير. وليش كل هذا؟ عشان حنخلزها في حمام مائي عشان ما تدخل المية على تشيز كيك. هغلف وارجع لكم. بعد ما جهزنا القالب عندي بخاخ الطبخ، هرش الاطراف عشان بس تشوفوا قديه الدورات كانت متعبة. وهيك جهزنا القالب وحنحطه على جنب عبال ما نبدأ وصفتنا. وهنا حنطحن بسكويت الشاي مع الزبدة، وضروري جدا الزبدة تكون في حرارة الجو يا جماعة. لو كانت انتو سيحتوها حيكون معاكم البسكوت لازق، وقت ما تيجوا تقطعوه حيكون قاسي وما حيكون مزبوط، فهذا شيء اساسي كمان في تشيز كيك. عندي هنا البسكوت، راح افرد منيح واكبسه في القالب. شوفوا لازم يكون عندكم كده، تعملوا هيك يتفتت. راح افرده منيح بالقالب كده، حسام الأطراف وحرتهم، شايفين كيف؟ بالمعلقة. وهيك جهزنا القاعدة خلاص، حنتركها على جنب على بال ما نجهز التشيز. عندي ثلاث أنواع الأجبان راح أضيفهم بالعجان. مع السكر. ونخلط وما نطول بالخلط، مجرد تجانسه. طبعا لأي حاجة انتو بتعملوها بالعجانة ضروري توقفوا بالسبوتولا تحركوا الأطراف عشان يتجانسوا المكونات، ترجعوا تشغلوها كمان شوية عشان كل المقادير تختلط سوا. قدر الله ما شاء فعل. نسيت احط لكم 3 معالق كبار، معالق معيارية نشا او طحين. انا راح احط نشا، راح احذف صورة المقادير وارجع انزلها. راح اضيف كل المقادير الباقية، النشا، الفانيليا، كريمة الخفق، الزبادي، وهنا البيض. رح نخلط وما نطول نهائيا بالخلط، مجرد تجانس المقادير. لو طولتوا بالخلط حتصير كريمة، حتصير كريمة الخفق حتنخفق وتصير مع الجبن كريمة، احنا ما بدنا كريمة بدنا تشيز، فما حنطول بالخلط ابدا. على درجة منخفضة وهيك خلاص خلصنا. حنشوف ايش حنسوي. شايفين القوام؟ زي ما حكينا المقادير كلها في حرارة الغرفة. يا اما راح نصب الخليط على طول على البسكوت او راح نصفيه، اختياري زي ما انتو تحبوا. لما تصفوه بيكون عندكم سلس، ما في اي تكتلات، ناعم جدا، وبتضمنوا انه كل المقادير اللي نزلت تكون مخلوطة، تمام؟ حصفيه وارجع لكم. شايفين كيف ناعم لما ينزل من الصفاية؟
طبعا لانه استخدمت جبن قريش ولانه استخدمت جبن مربعات فطلع معي تكتلات. لو انتو استخدمتوا بس جبن كريمي الفيلادلفيا ما حيطلع هيك تكتلات، لانه عن جد جبن كريمي فعلا حيطلع كريم. طبعا في هالمرحله اذا انتو حابين تحطوا معلقتين زبدة فستق، معلقتين زبدة لوتس، او ثلاثة حسب ما تحبوا، او نيوتيلا زي ما انتو حابين، ممكن تحطوا او تتركوا كده سادة وبس تكون التغطية بالكريمة الزبدة اللي انتو حابين. هنخبط القالب خبطتين او ثلاثة، نطلع منه الهواء، نساوي السطح، بعدين هندخل فرن ساخن على درجة حرارة 160 درجة مئوية من تحت بس. راح ياخد معانا ممكن ساعة، ممكن اقل ممكن اكتر، لانه القالب كبير حسب الفرن، فرني فيه مروحة. وعلامات النضج انه يكون بيرج من الاطراف وطري من الوسط. هنشوف كيف. طبعا هنخبزه في حمام مائي، هدخله في صينية، الصينية هحط فيها مية ساخنة. خلاص كده حطيته زي ما حكيت لكم بس من تحت، وضروري جدا بعد ما يستوي نتركه الفرن ساعة قبل ما نطلعه عشان ما يهبط عندي الاطراف ويصير من النص هابط. هنشوف مع بعض كيف. خلاص كده يا جماعة استوى، تشوفوا شايفين كيف بترج. خلاص راح اخليها الفرن كده، هو مفتوح هيك خليه كده، راح اخليها ساعة بعدين اطلعها وبس تبرد ندخلها الثلاجة. يا مساء الورد عليكم، يلا اجا وقت نشيل تشيز على القاعدة ونزينه. طبعا برد في الثلاجة ليلة كاملة، وكل ما تخلوه في الثلاجة اكتر كل ما يكون طعم ألذ، يعني لو خليته ليلتين كمان حيطلع ألذ. يلا نشيله من القاعدة باستخدام هاي السباتولا ونشوف كيف. هنطلع القالب بكل سهولة، شايفين النايلون طبقة الأزر اللي فوق شلتها لأنه اجى عليها مية فشلتها. خلاص هنا القالب، راح أفك القالب وأرجع لكم. أول حاجة راح أحط هنا شوية كده نيوتيلا عشان يلزق عليها تشيز، بعدين راح نمسك هنا من ورقة زبدة دخله السباتولا، حندخل السباتولا هيك بعدين حنرفع كده شوية وندخل القاعدة. خلاص كده بكل سهولة. طبعا إذا هي باردة ومتماسكة كويس حتساعدكم. شايفين كيف السباتولا كتير بتساعد إنه نرفع كده. خلاص كده صارت عندي جاهزة. لو حابين تضبطوا الأطراف عندي هنا مية ساخنة مع سكينة، راح ندخل السكينة في المية الساخنة زي كده، بعدين خليها تسخن شوية، بعدين نمسحها بمنديل ونعدل هيك الأطراف. هذا لو الأطراف عندك مش مرتبة، لكن تقريبا مرتبة بس مكان البسكوت من تحت أعدلها. تمام التغطية نيوتيلا، وممكن زبدة فستق، لوتس، اللي انتو حابين. وزي ما حكيت امبارح ممكن تحطوا من نيوتيلا في داخل التشيز معلقتين او ثلاثة حسب ما تحبوا، بس انا بس خليتها تغطية من الخارج. هدخلها الميكروويف 5 ثواني واطلع احرك وارجع تاني لو احتاجت عشان ما تنحرق الشوكولاتة. هنبدأ نحط التغطية. شوفوا كده خلوها تنزل شوية بس تعطيكم شكل حلو على الأطراف. شايفين كيف بدأت تسيل، تعطي شكل حلو على الأطراف. خليكم سريعين لأنه الشوكولاتة حتبرد. حطيتها على الساند دوار، عندي كده السباتولا حطها بالنص. اذا حابين تعملوا هذا الشكل فيها تلفوها كده، ما تضغطوا كتير على السباتولا.
هلا 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 وروح بمطر وسحب كل ما طلت هلت. نجرب يا جماعة. طبعا ولا ألد، لازم تجربوها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. صلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد.